المصريين مشهورين بثلاث حاجات: جبروت، كشري، الفصال. بيفصلوا في اي حاجه. تعالوا نشوف المصريين بيفصلوا ازاي. يلا. جاهزه يا حاجه؟ جاهزه يا ابني. جاك صاروخ في مياميك. اسمع، بتجيب لبسك منين؟ على حسب الحاله فاهمه. كتمنص يعني لو ما كنت منص. انا بجيب لبسي من اسكندريه او عين شمس او اسكندريه. انا بجيب من اول عباس. من اول عباس. اول عباس. بنزل اول عباس. واضح كمان ان في اجماع على كده. نفس الحاجه اللي في عباس هي في العتبه. نفس الحاجه؟ بس الفرق بقى الفرق ان هي في العتبه على الارض، لكن في عباس استنى. اه بالظبط. من جزيره العرب. ما بغيرهاش. من جزيره العرب. تعال حرام عليك، انتوا بتعجزوها. الولايه لدغه في الريحه، هنقتلها. نزلت العتبه قبل كده؟ العتبة يا عبد الصمد. ينزل يجيب اللبس انت ولا مامتك؟ ماما. زمنها جايه جايه بعد شويه، جايبه لعب وحاجات. حاجه بجنيه هتاخدها بنص فاصل لازم. طب مثلا يكون ب 400 ولا حاجه، ناخده ب 150 واحنا ماشيين. طب ما كله على بعض. بالظبط كله. الكوتشي كمان لو في ساعه عادي. انا بفضل اكتر. بقى بتفصل دفعة فلوسي. بصي يا ماما، اقول لك بقى بتفصل ازاي. قولي لي، وصفي لي كده. بصي، احنا بندخل على الراجل دلوقتي، مثلا الجاكيت ده مثلا عامل 700 800 جنيه، انا هاخده ب 200 جنيه يا حاجه. ما ينفعش، بيدولها ب 150 وبتاخد عليه حاجه هديه. ما تساليش ازاي. وانت امك عملت ايه؟ لو هنا هنا هو الزمالك يا عينو. فصل. اه كتير. تعرف تفاصل؟ اه والله كتير. شوف، فلنعتبر ان صاحبك ده بياع وانت رايح تفاصل. اوكي، بتبيع ايه طيب الاول؟ انا معاك. تعمل ايه؟ ابلغ عنك يا ابني، انت في تجاره والله. انا كام الكوتشيه دي يا صاحبي؟ 280. 280 واخرها كام؟ ماسكه. ماسك 42 ان شاء الله. 50 جنيه ليه؟ ليه؟ هي 40. هي 40، مش هزود. انت بتشتري زبون. لا، انت نازل بسرعه عشان انا هجي لك تاني. ده اخره، انا كده بخسر فيها. انت كده كده خسر، انت كده كده مزود عليها وبتبيع، يعني انت حرامي. ده انا ابن 60 كلب. بنت كام يا صاحبي؟ 200 جنيه. ممكن اقيسه؟ طيب ممكن اقيسه. كنا بنجيب جوافه. عايز جوافه. لو في بس كده كنا بنجيب جوافه من فيصل. ماشي. فبتاع الجوافه بيقول، بتقول له بكام؟ بيقول لك 3 ب 10. قالت له لا، 3 ايه، انا هاخد ال 5 ب 10. بقول لها طب انت منين؟ قالت له لو وحشه هجيبها لك. انا من فيصل، مالها من ابو اتاتا. سمعت حد بيقول له ابو اتاتا دي؟ قالت يا ابو اتاتا في فيصل؟ ما اعرفش. عليا الطلاق، انت اللي طلعك من ابو اتاتا ظلمي.